مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، ومعايا طبعا زي ما احنا عارفين دكتور مروان صالح الناقد الرياضي بالميسا، وبنتكلم عن مباراه القمه. هذه المباراه الهامه جدا. اتفضل دكتور، كنت بتكلم عن صالح جمعه. صالح جمعه اعتقد ان احنا يعني كنا انا وانت اتكلمنا قبل ما نطلع على الهواء ان صالح جمعه مش هيتم اختياره. لا، هو طبعا اكيد هو الراجل مالاسارتي اختاره ضمن ال 24 لاعب اللي هيشاركوا ان شاء الله غدا في مباراه القمه، بعد غد ان شاء الله، بعد غد هم متاحين يعني هيختار ما بينهم طبعا، يعني اللي هيبدا بيهم اللقاء، وهنتكلم على التشكيل الافضل وهنقول سبب التشكيل ايه ان شاء الله. صالح جمعه تم عمل خلال الفتره اللي فاتت دي يعني مراقبة جيدة من المدير الفني مارتن لاسارتي، واداله تعليمات بتوجيهات معينة في طريقة الإعداد وطريقة الأداء التمريني يبقى إزاي والنوم يبقى إزاي. طبعا أكيد خد تكليفات من الجهاز الفني إن هو يبقى جاهز وهيفاجئ بيه، وهو مارتن لاسارتي عايز يعمل مفاجأة بيه في مباراة القمة إن شاء الله. وصالح دي توقعات حضرتك؟ أنا توقعات أنا بقول حضرتك هو كان جهز اللاعب وعايز يعمل بيه مفاجأة. ليه؟ قدرات صالح كتيرة، قدرات صالح بيقدر يلعب في الاطراف ويلعب ويقدر يلعب في العمق ويقدر يلعب كرات الثابتة، يعني في قدرات معينة لصالح جمعة. ده بالإضافة إن أحمد فتحي احتمال كبير ووارد كبير يلعب، يعني هيلعب من اول الشوط، او ليه؟ خبرته الكبيره. ليه بقى؟ عشان يبدا الاثنين دول يكونوا مع بعض في حاله تضييق المساحات على فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. لاعب مميز، لاعب مميز جدا، وبيلعب على الاطراف وبيلعب للمهاجمين الثلاثه. نحاول نضيق المسافه ما بين فرجاني والمهاجمين بتوع الزمالك، يبقى انا وقفت العنصر الاساسي في نادي الزمالك اللي هو فرجاني ساسي اللي بيتمتع بالحرفنه والاداء الجيد من سواء من يمين او من الشمال، وبيرفع كرات لمهاجمين الزمالك في منطقه العمليات اللي هي منطقه السكس ياردة. فتعليمات او توقعي انا ان هو هيلعب بصالح جمعه، هيبدا بيه ممكن يبدا بيه طبعا اكيد هيبدا بيه صالح جمعه عشان يكون محور ارتكاز بجوار عمرو السوليه، ويكون ورقه رابحه في الهجوم مع النادي الاهلي. بالاضافه طبعا التشكيل لو احنا قلنا كده توقع التشكيل، محمد الشناوي طبعا حراسه المرمى، ايمن اشرف وسعد سمير هيبقوا مساكين، هيبقى في اثنين محمد هاني وعلي معلول امامهم، هيبقى عندك محور ارتكاز عمرو السوليه بجوار صالح جمعه، وممكن يكون احمد فتحي هيدفع بيه برضه في الجهه اليمنى. الجهه اليمنى على حساب محمد هاني؟ ممكن صعب، يعني ممكن 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 يعني احمد فتحي لو لعب المباراه هيبقى في نص الملعب مكان صالح جمعه، يعني حسب التشكيل اللي حضرتك بتقوله يعني، لكن وارد طبعا كلها توقعات، واكيد حضرتك بس يعني بس هو بعد ما اعد صالح جمعه كده هيبدا بصالح جمعه انا اعتقد، حتى لو لعبوا في الشوط الثاني يا استاذ امير هيلعبوا في الشوط الثاني، هيكون له دور يعني، هيلعبوا في الشوط الثاني، ممكن يديله توجيهات بقى وينفذ طريقه الاداء اللي خدها والتوجيهات والمعسكر اللي عمله والاداء اللي ظهر بيه في اخر تمرينه اللي لسه منتهيه بقالها دقائق. كان ليه تكلفات خاصه عشان يضيق المساحات زي ما انا قلت لحضرتك على فرجاني ساسي، تمام، وزوايا التمرير بتاعته، تمام، ويوقف عليه بشكل مستمر عشان يوقف الورقه الرابحه للنادي الزمالك. طيب دي كلها فنيات خاصه بالمباراه، واحنا اكيد الفنيات دي بنتركها للجهاز الفني للنادي الاهلي اللي هو اكيد ان شاء الله ادرى بكل العناصر اللي ان شاء الله ترجح كافه النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن خلينا نتكلم عن ما يدور حوالين هذه المباراه، استعدادات الاهلي والزمالك، وبالتحديد كمان تناول الاعلامي لمباراه القمه ما بين الفريقين. بالنسبه للنادي الاهلي، نتكلم عن النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي بدايه بيستعد لهذا اللقاء وهو مضغوط طبعا، اكيد عنده ضغط افريقيا وهيلعب مباراه بتاعت سان داونز ان شاء الله يوم 6، وقبليها ماتش الاتحاد يوم 2 ابريل، فالاهلي عنده ضغط، فعشان كده هو واخد يعني اعد لعيبه اللي هي مش في افريقيا قمه افريقيا، لان صالح جمعه مش في قمه افريقيا، فاعدوا اعداد كويس عشان يلعب بيه ورقه رابحه في الدوري. التانية حاجه الاهلي لم استعاد النهارده اللعيبه الدوليين التسعه الدوليين اللي كانوا في منتخب مصر، اللي هم وليد، اللي هم نقولهم كده بسرعه، صلاح محسن ومروان محسن وناصر ماهر ورمضان صبحي
ومين تاني معانا وشوبير وشوبير مصطفى شوبير ومنهم محمد يعني بغض النظر عن الاسماء هم اسماء كتير كانوا موجودين سواء كانوا في المنتخب الاولمبي والنهارده انتظموا في التدريبات والنهارده تدريب الاهلي كامل جدا واكيد اثرت قدر يحط ايديه بعد ما شاهد عده لقطات او عده سيناريوهات لفريق الزمالك سواء مبارياته الافريقيه او مبارياته الدوري المحلي وقدر يخش ويعرف ازاي يخترق دفاعات الزمالك وازاي يبني هجمة او يشتغل على الهجوم من الاجناب. يعني هي دي هتبقى اهم حاجة ان هو هيدي تعليمات للدفاع. طب دكتور مروان بلاش نتكلم فنيات, خلينا نتكلم في التناول الاعلامي للمباراة, لان فنيات اكيد احنا كلنا بنتكلم في توقعات, بنتكلم في ممكن بعض العناصر تبتدي هذه المباراه, وطبعا زي ما حضرتك قلت وتفضلت طبعا وقلت ان ممكن يكون صالح جمعه, دي كلها امور متروكه للجهاز الفني, لكن شايف التناول الاعلامي لمباراه كبيره بحجم مباراه الاهلي والزمالك قبل مباراه القمه شايفها ازاي؟ مباراه القمه اكيد كل السوشيال ميديا وكل الجرايد وكل المواقع وكل القنوات بتتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك, مباراه رقم 107. يعني كل الاعلام بتحدث عنها, دي القمه رقم كام, مين اللي فاز اكتر, مين اللي خد الدوري اكتر, مين يعني طبعا هو الاهلي طبعا خد الدوري 40 مره وان شاء الله تكون ان شاء الله بتوفيق المره 41. ان الاعلام بيركز سواء جرايد او صحف او مجلات او قنوات او زي ما احنا قلنا على النواحي اللي هي يعني ناحيه الدعم المادي للفني, الدعم الفني والمادي والمعنوي للاعبين. مثلا بنبص في النادي الاهلي ان كان ان الكابتن محمود الخطيب راح زار الفرقه اول امس واجتمع باللعيبه, وطبعا عشان يعني يحفزهم ويعطيهم جرعه معنويه زي ما بيقولوا. برضو نفس القصه كان النهارده, برضو رئيس نادي الزمالك كان مجتمع مع لعيبته, وكان لعيبه نادي الزمالك القدامى عملت زياره لفريق نادي الزمالك في التدريب بتاعه. فهذا يعتبر نقول عليه دعم معنوي لفريقي الزمالك والاهلي قبل القمه 117, ومحاوله من مجلسي الاداره سواء في الاهلي او في الزمالك الى ان هو يفوز بهذا اللقاء, ونتمنى ان يخرج هذا اللقاء بلقاء جيد, ويعني ويكون يعني في روح رياضيه, بخاصه ان هو بدون جمهور. يعني بدون جمهور دي خلي بالك بتزعل الناس قوي. هل كان من الافضل قبل بطوله الامم الافريقيه وفي تواجد مباراه كبيره ما بين الاهلي والزمالك ان يتم حضور الجماهير في هذه المباراه كجانب استعدادي لبطوله الامم الافريقيه, ولا الافضل لما يكونش فيه جمهور من وجهه نظرك؟ لا طبعا الافضل كان يتم, كان يجب ان يكون بتواجد جمهور, وحتى لو بعدد قليل يعني حتى لو بعدد قليل زي ما طلب مجلس اداره الناديين طلبوا, كل واحد طلب حتى لو بعدد قليل عشان يقدروا يشجعوا, وكان هيبقى فيه التزام اكيد يعني, وكان اللي هيطلعوهم دول اكيد يا اما من اعضاء النادي الاهلي يا اما من اعضاء نادي الزمالك, ويكونوا في مكانات متباعده يعني في الاستاد او في بيحصل دايما. أيوة. مكان بيبقى في جماهير, ليه انا احرم الناس من مشاهده المتعه؟ في ناس بتحب المتعه في الملعب, في ناس بتحب المتعه في الاستاد وتتفرج, وفي لعيبه بتحب الجمهور يبقى موجود عايز يسمع اسمه ويتداول ويعني, انما هذا اللقاء يعني هيبقى اعتقد هيبقى ليه اثر سلبي على اللعيبه. يعني في بعض اللعيبه, بتحتاج الجماهير, يعني في لاعب الخبره, اللاعبين القدامى او اللي لهم خبره في الملعب او بيلعبوا في وسط جمهور عايز جمهور, لما بيحس ان جمهور بيبقى دفعه. يمكن انت شاهدت نهائي كاس افريقيا الكرة الطايره اللي كان بين النادي الاهلي ونادي قرطاج التونسي. الجماهير عملت ايه؟ حاولت تدفى من الشوط الاول, خساره النادي الاهلي في الشوط الاول, فاز النادي الاهلي 3-1. برضو بنقول بفضل الجماهير اللي كانت متواجده وشجعت وهزت الصاله المغطاه للنادي الاهلي وودت دفعه معنويه كبيره للاعبات النادي الاهلي. يعني دايما الجمهور بيبقى اللاعب رقم 12 زي ما احنا بنقول كاعلاميين. تمام, قدامنا على الشاشه طبعا لقطات من البطوله الافريقيه سيدات, النهائي اللي فاز بيها سيدات النادي الاهلي المره النهائيه, المره العاشره للنادي الاهلي, المره العاشره في تاريخه. طبعا كان امام فريق قرطاج, الحقيقه المنظر كان اكثر من رائع. انا حضرت المباراه دي, منظر الجمهور حاجه تفرح جدا, والجمهور دايما النادي الاهلي بيكون ليه دور اساسي في الحقيقه فوز الفريق
او اي فرق رياضيه داخل القلعه الحمراء باذن الله. اتمنى عودتهم سريعا وقريبا جدا. وفي بطوله جايه بتاعت الرجال ان شاء الله تبقى هتبدا اول ابريل برضو، نتمنى التوفيق من طائره الرجال بالنادي الاهلي ان شاء الله. طيب الاحتقان اللي حضرتك شايفه ما بين الجماهير جمهور الاهلي والزمالك قبل مباراه مهمه زي دي، ازاي يتم التخلص منه خلال ال 48 ساعه الجايين قبل المباراه؟ دور الاعلام كمان في ازاله الاحتقان، دور الاعلام، ما عدم كتابه ما يثير الجماهير او اللاعبين او مجلس الاداره او اي شيء من قبل الفريقين او الناديين، لعدم استثاره احد اللاعبين او عدم استثاره احد الجهاز الفني او لعدم استثاره احد اعضاء مجلس الاداره، يبقى لازم يكون الكاتب الصحفي او الرجل اللي بيكتب لازم يكون كاتب حيادي، بيكتب بحياديه، ما يكتبش مستميل لحاجه ويقعد بقى يتكلم في كلام في حاجات تانية غير المباراه، ويجيب موقف حصل ما بين سين وصاد وعين ولام ويقعد يعلق. لا لا، احنا يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر كرة القدم لازم تكون الكتابة لازم تكون بحيادية كاملة، وليست التركيز مع فرقة على فرقة ولا اكتب ضد ولا اكتب ضد فريق ضد فريق. اولا اللعيبه، اللاعب لما بيلاقي حاجه، طب يعني اللاعب بيلاقي حاجه ضده، طب يعني اهله اسرته، دي برضو بتاثر سلبيا على اللاعب قبل لقاء قبل هذا اللقاء، بيتاثر عليه نفسيا، يعني ممكن اللاعب بياخدها ويزعل ويتضايق وما يقدرش يؤدي في الملعب. لا، لازم يكون احنا كنقاد رياضيين كصحفيين كاعلاميين كلنا لازم نكون وراء عودة الروح الجماعية وروح التشجيع المثالي للكرة في ملاعب استادنا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية القادمة اللي هتستضيفها مصر خلال الفترة من 21/6 ل 19/7 إن شاء الله القادم. لازم يبقى في توعيه، لازم يبقى في توعيه من كل حته، توعيه من اعضاء مجلس اداره، توعيه من اللاعبين، توعيه من الصحافه والميديا والقنوات وكل من هو له في المنظومه القرويه والرياضيه، لازم يساهم في اطفاء او اخماد ثوره الفتن ما بين لاعبي كره القدم في اي حته. ما هو دايما بتلاقي فتنه ما بين اثنين في واحد في نادي سين وواحد في نادي صاد، فلازم نرجع لمبادئ الكوره هي الحوار قبل المباراه وبعد المباراه. طبعا. طيب حسم البطوله ممكن يكون من خلال مباراه الاهلي والزمالك من السبت ولا لسه بدري؟ لا لسه بدري، اعتقد ان لسه بدري حسم هذا اللقاء. سواء الزمالك كسب او الاهلي كسب. سواء الزمالك كسب هيبقى الزمالك عنده 56، والاهلي لو فاز الاهلي لو فاز هيبقى متقدم بنقطه على نادي الزمالك، هيبقى 54، هيبقى فرق نقطه. اعتقد ان لسه باقي مباريات، لان الاهلي فاضل له مباريات صعبه جدا برضه. والزمالك الاهلي والزمالك، انا بقول لحضرتك اهو، الاهلي والزمالك فاضل لهم مباريات صعبه جدا. بس اللي عايز ياخد البطوله ما بيركزش في المباريات الصعبه، بيركز ان هو يكسب وخلاص. ما انا هقول لحضرتك، لكن هي اكيد بتبقى عقبات طبعا في مشوار الفريق. يعني الاهلي فاضل له ماتشات، احنا هنتكلم بقى على الاهلي، فاضل له ماتشات مع بيراميدز، وفاضل له ماتشات مع اعتقد مع الاتحاد يوم 2/4، وفي ومع المقصه بس هيتاجل ماتش المقصه اعتقد عشان بطوله افريقيا، عشان ماتش الافريقي ان شاء الله الاهلي يتاهل باذن الله. ما هو صن داونز 6، الماتش العوده يوم 13، ماتش العوده اللي صن داونز هيبقى هنا. انت قصدك على ماتش المقصه؟ اكيد هو هيتاجل، هيؤجل لاحقا. الماتش اللي بعديه عندك لسه النجوم. مش عارفين طبعا، مفيش معلومه اكيده بخصوص التاجيل يعني، لكن ايا كان النادي الاهلي اكيد عنده مباريات كبيره مهمه جدا، وبياخد كل المباريات بهدف واحد هو الفوز في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا لتحقيق اللقبين باذن الله هذا الموسم. من وجهه نظرك كفه مين ارجح، اهلي ولا زمالك؟ انا في بدايه كلامي قلت لك ان مباراه القمه ليست لها مقاييس. ما انا قلت لك ممكن يكون فريق كويس جدا وبيفوز وعنده امكانيات وممكن يطب او يخسر، وفي فريق يبقى ممكن يبقى ماشي. جت فتره بصراحه كده كان الاهلي دايما يعني كان بيبقى فيه مقاييس لمباريات القمه، وكان الاهلي بيفوز بمباريات كتيره ورا بعض على الزمالك من الفتره اللي هي كانت من 2005 لما بعد. ممكن انا هقول لحضرتك الاهلي يعني في بعض الاحيان بيبقى فيه مقاييس للمباراه، لكن طبعا المباراه دي هتكون صعبه جدا ما بين الفرقتين، يعني ما حدش يقدر يتوقع يعني، خصوصا في ظل تواجد عناصر كتير مهمه في الفرقتين.
الاهلي يعني اعتقد ان هو بيحب روح النصر وروح الانتصار ويحب الفوز وعايز يفرح جماهيره. نفس قصه زمالك برضه عايز يفرح جماهيره وهم متصدر الدوري بقاله كام سنه ما خدش الدوري. فهتلاقي الماتش في حماسي ممتع ومثير وهيكون بدرجه كبيره ما بين دايما. هتلاقي حتى في البيت او في كل بيت هتلاقي فيه واحد زمالك واحد اهلاوي وهيقعدوا يتكلموا ده هيلعب وده مش هيلعب. لا يعني دايما الكره احنا عايزين مش عايزين نسبه الاحداث نقول دايما نستنى نتيجه المباراه وربنا يوفق الفرقتين سواء الاهلي او الزمالك والجاهزين الفني. لا ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. طبعا احترامنا الكامل وتقديرنا الكامل لنادي الزمالك. ما بقول يوفق الفرقتين يعني طبعا بنتمنى فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيره الكبيره. هل نفسيا الاهلي يتفوق على الزمالك خصوصا بعد التعادل الاخير لنادي الزمالك امام فريق مقاولون العرب بنتيجه 2-2؟ اعتقد ان الزمالك لما فاز على المقاولين دي كانت دفعه ليه كبيره جدا ان هو اتعادل مع المقاولين. اقصد اتعادل خسر نقطتين سوري اثرت تقريبا معنويا ونفسيا على نادي الزمالك لان كان نادي الزمالك كان عايز يبقى كده اما نقطتين على 53 كان هيبقى 55 فهيقول لك حتى لو الاهلي فاز عليه يبقى قدي في النقط فهتبقى لا هو طبعا الماتش اللي فات ده كان معنويا اكيد اثر معنويا على نادي الزمالك. حتى يمكن اعتقد ان مجلس الاداره او جهاز وقف تقريبا المكافئات بتاعه الفريق في الماتش ده او يمكن كان في مشاكل. لا بالعكس هم كان في حصل مكافئات بشكل كامل للفريق. ده قبل بعد المباراه عشان مباراه القمه. لكن ايا كان هي اكيد ده مباراه مهمه ومرتقبه. في رساله اخيره حضرتك حابب توجهها لجمهور الكره المصريه بشكل عام قبل هذه المباراه؟ يا رب فريق الجماهير الكره المصريه لازم تشجع. لازم يا جماعه نحب بعض الاول قبل اي ماتش وبعد الماتش. الماتش الكوره خلصان هيخلص وهكذا كده هيخلص. فلازم يكون في بعيدا عن كل الانتماءات سواء اهلي او زمالك او اي انديه لازم يا جماعه نشجع تشجيع مثالي. لازم نآزر فرقتنا بكلام يخصنا ما نجرحش الفريق التاني حتى لو عشان نبقى احنا قمه الحضاره لان احنا هننظم بطوله قويه. فيجب ان احنا العالم هينظر لنا وعندنا 24 فريق اول مره تستضيف مصر 24 فريق وهتلعب على 6 استادات. فدايما هنلاقي الالفاظ فلازم يكون الفاظ تكون راقيه بلعيبه الكوره والجماهير وبتوصل البيوت وتخش البيوت ملايين البيوت. ودايما التوفيق للكرة المصرية على المستوى المحلي والأفريقي والدولي إن شاء الله. دكتور مروان صالح الناقد الرياضي بالمسا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك ولقناة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وبالتوفيق للنادي الأهلي في لقاء القمة بعد غد إن شاء الله. القمة 117 إن شاء الله في استاد برج العرب. دايما موفقين بإذن الله إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت الفقرة الأخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة. قبل ما نختم يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الزمالك إن شاء الله ويقدر إن هو يفوز ويحصد 3 نقاط هتكون هامة جدا في مشواره نحو حصد بطولة الدوري هذا الموسم في ظل منافسة قوية مع نادي الزمالك. كل التوفيق للجهاز الفني، كل التوفيق للاعبين، وكل الدعم من قبل جمهور النادي الأهلي لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة. استنونا وحلقة جديدة. إلى اللقاء.